السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنتكلم عن جزئية مهمة في العمل بشكل عام وفي الفن بشكل خاص، اللي هو تكلمنا قبل كده في العمل في مهمة جزء مهم، فالآن هنفصل هي خلينا نقول قسم الجيوب ونسموها التاسع. اي شخص مطلوب منه مهمه معينه تمام، ينتظر منه انجاز، ينتظر منه انجاز. فنقول مثلا مهمه في حاجتها بالتالي أنا متخرج كمان إلي وفيما فهل أنا مهتم بالمحيط والاحتمالات اللي مهمة هذه عشان أتناقل خطأ، ولا أنا القدرة على القيام بالتقييم المعطى إلي؟ أنا لو جاوبت على السؤال ممتاز في السيارة وعنده خبرة في إصلاح السيارة، لكن هل أنت ملم إنه السيارة اللي أمامك ما هي نفس الموديل أو ما هي نفس الصناعة اللي أنت تاخذها إنك أنت تصلح فيها؟ وبالتالي هل أنت ملم بالمصاعب اللي ممكن تواجهها؟ هل أنت مدري إيش المصاعب اللي تكون موجودة؟ ما بعد شيء إذا بالتالي أنت عامل حساب التوقعات المتوقعة، إذا لا فأنت ماشي على ممكن يضرب فلان، لكن إذا أنت عندك تقدر أنك تعمل خطأ بالعكس صحيح. طيب بالتالي الإنجاز صحيح عنده في توازن، إذا كان خطأ في إخفاق في أحد تمام؟ أحد حاجة مثلاً بالنسبة للمهمة اللي هو إيش اللي ممكن إيش يأثر في إيمان وأثر في يأثر في الإمام، يأثر في الإمام
باشر إنجاز يكون معينة، لكن تغير عليك كان المنتج خارج الاختصاص، اختلف المنتج يصبح الاختصاص عقيم صحيح. كويس؟ وإذا اختلف الاختصاص يصبح المنتج غريب. فبالتالي لكل منتج اختصاصات، اختصاصات تحتاج إلى مخدرات، وكل اختصاص يستهدف منتج محدد. مثال بسيط كمان الان نتكلم عن الرياضه. شخص عنده القدره انه هو يلعب كوره، فكان عنده مهمه والمام في قياده الفريق او الى اخره، لكن الهدف اختصاص. فبالتالي اي تغيير في المعقول واحد منهم
مادة 2